قلت لك بأن المشاكل الاجتماعية الأصل ديالها توجهات سياسية، وبالتالي كان من الواجب باش في المدخل العام ديالنا نعالجوا ما هو نقابة. أستاذ خصنا نقراو في المذكرة النهوض بالتعليم، بالصحة، بتشجيع السكن الاجتماعي، بالحماية الاجتماعية للعمال والأسر ديالهم. خصنا نقراو ضمان الحياة الكريمة والشريفة للطبقة العاملة. خصنا نقراو حق المواطن في الشغل. ما قريتيش هذا الشيء؟ ما قريتيش؟ هذا الشيء كل شيء سي مصطفى كاين. كاين ندويو في هاد المذكرة ولا واش دخلنا الإصلاحات ولا دخلنا في المقدمة العامة؟ احنا أستاذ احنا دابا نتور دو ريزون. غاديين معاك، احنا غاديين معاك. كاين سيدي مكلمين هنا، درت واحد الخلاصة. الحق في العمل اللائق، ماشي غير الخدمة، ماشي غير بحال في هذا الدستور. الكل للكل الحق في العمل. بغينا عمل لائق. ما معنى استاذ العمل لائق؟ عمل لائق يعني اجر لائق، تغطيه اجتماعيه لائقه، تغطيه طبيه في المستوى ديال الاسر والعائله ديالهم والشعب المغربي. الحق في المفاوضه الجماعيه، الحق في التعليم والتكوين المستمر للطبقة العاملة، الحق في نظام جبائي منصف وعادل. وغادي نتوقف هنا. حنا بوحدنا الخدامة في هذه البلاد اللي كنخلصوا الضريبة ديالنا وبانتظام وبدون تملص جبائي، ومن أول خلصة ما نقولش كنخرجوا للتقاعد، حتى ملي كيخرج الانسان للتقاعد كيبقى يخلص الضريبه. فاذا حنا نصوم دو بون سيتويان. خلافا خصو يبرز استاذ مخارق في المذكره. راه كاينه سي مصطفى، راه وقيلا قريتي درتي درتي لها اللي ماشي اللي نهديها لك باش تقرا. مخارق هكا سي مصطفى، هكا فيها هذا الشيء كلشي. يمكن انا ما قريتيهاش هي كلها. نكمل الله يفتح عليك، نكمل هذا المحور الاقتصادي والحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه. كتدخلوا استاذ في معارك سياسيه. الحق في السكن اللائق ودور السلطات العمومية لتفعيل هذا الحق. الحق في معاش في المستوى، إعادة توزيع الخيرات البلاد من خلال ضريبة منصفة. هذا الشيء كل شيء الحقوق الاجتماعية والاقتصادية اللي تناولها الشطر الثاني من المذكرة ديالنا، ومن بعد دستارة حقوق الطفل، دستارة المساواة. وحنا طلبنا خلق مجلس للمساواة وعلى لائحة طويلة. إذا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي جد واردة في المذكرة ديال الاتحاد، وأرجوك باش تقراها كلها ونعاودوا شي حلقة ديال حوار أخرى. حقيقة كاين هذا الشيء كاع اللي تمت الإشارة ليه كاين في المذكرة، ولكن هو مجرد إشارات، بحيث ما المذكرة لا ترقى إلى العمق ديال الأشياء. عندما مثلا نقول بالحق في العمل اللائق، كيف نحدد أولا هذا العمل اللائق، ثم باش من إمكانيات غادي يكون هذا، وفاش من إطار غادي يكون العمل اللائق. هاد القضية اللي قلت لك ديال إشارات جعلت أن البعض قال أن هي مجموعة من الاقتراحات الشكلية، المذكرة مجموعة من الاقتراحات الشكلية التي لا ترقى لما كان منتظر من مركزية نقابية بحال اليونتي. إذا اكتفيت كما قلت لك بواحد مجموعة ديال الإشارات. هل هذا فقط كان من باب فتح الحوار، أو بالنظر للظرفية الراهنة كان ضروري خص إشارة، وبالإضافة لتبيان الكيف ديال كل حاجة. نحن مع الحق في مثلا السكن اللائق أو العمل اللائق، ولكن كيف وفاش من الإطار وباش من الإمكانيات
هذه كلها مسائل اللي جعلت ان المذكره كما قلت لك لم ترقى لما كان منتظر منها، خاصه وانها مذكره ديال اليو ام تي. هذا هو انتقل واحد المستوى اخر من بعد يونيو، الوثيقه الدستوريه غتكون في واحد صفر او حيز او كتاب، اكيد سيبلور جميع المقترحات المشاريع ديال المذكرات احزابا ونقابات ومجتمع مدني اللي كتستدعته وايضا جمعيات باش يتخذ الراي، كل واحد باغي الدستاره ديال شي حاجه. اذا خرجت الوثيقه اش من الدستاره اللي باغيين هذه المذكره كلها؟ خلينا نكمل باش نجاوب. اجمالا نبقاوش نرجعوا لنفس الموضوع. الدستاره ديال الاشياء شيء جميل جدا، ولكن الامكانيات ديال البلاد حاليا تيقول النمط ديال العمل ولا برودكتيفيتي الى اخره، لان كاين واحد التاخر حتى في هذا الميدان، يعني الانتاج، يعني البلاد ما خدماش في لي غران شونتي، ما كاينينش. كنتكلموا ربما كنتكلموا غير على العالم اللي في المدن، العالم القروي الى اخره، التعليم ديالو، التطبيب الى اخره، الحق في العمل اللائق، هذا كيكلف ماشي غير ميزانيات، كيكلف حتى كيتطلب واحد لاجندا باش غادي نوصلوا لهاد الناس. شنو في الراي ديالكم الاشياء اللي يمكن يعني في الوقت الحالي الدوله المغربيه تضمنها في الميدان ديال الحقوق الاجتماعيه والبيئيه، لان حتى لاندستري بوليونت راه كاينه في البلاد. على كل حال المذكره ديال الاتحاد المغربي للشغل كنبغي ناكد ونذكر مره ثانيه، وحنا عنوناها مذكره اوليه حول الاصلاحات السياسيه والدستوريه، اوليه بحيث في ظرف وجيز طلب منا الاقتراحات ديالنا فدرنا مذكره اوليه. هذا يعني بان مازال مذكره شامله وكامله وجامعه غادي تبعث للجنه غير باش نحيدوا هذا الشيء. ولكن اش درنا هنايا؟ رؤوس الاقلام وثلاثه د المحاور اللي خدناهم كاهداف. اولا التاكيد على الحريات العامه وعلى راسها الحريه النقابيه، هذا المحور الاول اللي مشينا فيه. ثانيا الإصلاحات الأولية السياسية التي نراها ضرورية للبلاد ديالنا باش تخرج من الحالة اللي هي فيها حاليا. إذا كاين واحد الكتالوج ديال الإصلاحات السياسية اللي على كل حال مع مجموعة ديال الإخوان ديالنا في الأحزاب السياسية كنتلاقاو معاهم فيها، وكاين اللي كنتفارقوا، ولكن هناك موقف منظمة نقابية جماهيرية واضح. ثم المحور الثالث وهو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة المغربية والجماهير الشعبية، كنأكد عليها. فهذو هما ثلاثة المحاور اللي جات في المذكرة الأولية ديالنا، وكنأكد للإخوان ديالنا واللجنة الإدارية ديال الاتحاد المغربي للشغل اللي تعقدت هذه واحد العشر أيام، أكدت على هذه المذكرة وزكتها وقالت دارت لجينة لصياغة التتمة. أنا كنعتبر ومجموعة ديال القوى الحية في البلاد اللي توصلت بالمذكرة ديالنا بأنها مذكرة بكل تواضع حسنه، ما بغيتش نقول حاجه اخرى. سي مخارق بغيت غير الله يخليك كنشوف مجموعه ديال الشباب. نعم كنبغي بهذه المناسبه باش نحييهم ونقول لهم بان الاتحاد المغربي للشغل معهم، وبانهم قبل كل شيء ابناء وبنات العمال والعاملات، وبانهم الاتحاد المغربي للشغل غادي يبقى دائما بجنبهم. وفي المذكره اللي رفعنا للوزير الاول حول المطالب ديالنا ابتدعنا
ثلاثة ديال المطالب خاصة بالشباب غادي يجي الوقت ديالها باش غادي نصردها، لأن يجب أن نتأقلم مع ما يدور حولنا. فتحية للشباب فريق تجربة وتراكم في العمل النقابي على مدى سنوات. كيفاش كتقراو الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل هذا التعدد النقابي بالمغرب؟ هو نصنفه في الاتحاد المغربي للشغل ليس بالتعددية النقابية بل الانقسامية النقابية، ماشي البلوراليزم سينديكال، لو ديفيزيونيزم سينديكال، وكاين واحد المسافة كبيرة. فما هي أسباب النزول؟ الاتحاد المغربي للشغل قال أنا مستقل عن الحكومة وعن أرباب العمل وعن الأحزاب السياسية، فأراد البعض آنذاك أن يجعل من الطبقة العاملة كمطية لأهواء سياسية، فرفض الاتحاد المغربي للشغل وسيبقى يرفض. فبدأت الانقسامية مرة تارة، أن الاتحاد المغربي للشغل كيدير السياسة بزاف وخصو يدير الخبز. من بعد جاوا انقسامات أخرى، قال لك لا، الاتحاد المغربي للشغل ما كيدير السياسة، منظمة خبزية خصنا نديروا السياسة. وهكذا حتى أصبحنا ووصلنا إلى الرقم الكاريكاتوري ديال فتنا حنا الأحزاب السياسية 36 تبارك الله منظمة تدعي أنها نقابية، بينما إلا شتوا أكبر الدول، مثلا إلا خدنا مهد الديمقراطية في العالم، أنجلترا بقوتها أول دستور مكتوب من بعد ولا دستور غير مكتوب، كاين مركزية وحدة نقابية لتوك تراديونيون كونغرس. إلا خدنا أمريكا بعظمتها وبالألوان ديالها وبالأطياف ديالها وبالزيطة، عرفتي شحال كاين من نقابة؟ وحدة لايف ال سي او. مشينا الأقوى قوة اقتصادية عالمية ألمانيا بجوج، مركزية وحدة نقابية لا دي كي بي. نمشيو للجابون كاع الآسيا رينغو مركزية نقابية، وهكذا. حنا الهجوم على وحدة الطبقة العاملة جاء من خارج الصفوف ديالها بعد الإخفاق من محاولة التدجين، بدأت الهجوم من خلال الانقسامية، وهذا لا يخدم مصلحة الشغيلة المغربية والطبقة العاملة المغربية والبلاد. في مجموعة ديال الأحيان تقع مزايدات من طرفي، على كل حال ما عرفتش كيفاش نصنهم، من أجل أغراض سياسوية حزبية انتخابوية ضيقة، وتبقى البلاد كتبقى سجينة ديال هذا الوضع هذا. مثلا سي مصطفى، دابا أنا وياك، أنت مأجور وأنا مأجور، أش كيفرقنا بعضياتنا؟ ما عندناش تناقض بعضياتنا، مصالحنا مشتركة. فهكا خصنا نمشيو بالتفكير ديالنا. فورت المغرب أسوأ مثال اللي كاين في العالم، أسوأ مثال، وهو ديال فرنسا. ولكن عندهم تاريخهم، لأن إما عقائدي أو ديني. مثلا مولا سي اف تي سي لا كونفدراسيون فرونسيز دو ترافايور كريتيان، تخلص فيها السياسي من النقابية أستاذ. لا بلاتي نكمل لك، يلا هاد اليامات مازال برنارد تيبورا يلا كان مع البارتي كومون. بلاتي أنا كنقول لك كيفاش جا الانقسام عندهم. هذا المسيحي ما يمكنش له يبرك مع الشيوعي، من بعد جات لا سي اف دي تي، من بعد جا بلوندال اف او، وهكذا. إذا حنا ما عندناش هذا التناقض بعضياتنا، حنا شريحة اجتماعية منظمة واحدة، ما عندناش تناقض، وبالتالي الوحدة النقابية هي الضامن الأساسي لانتزاع الحقوق ديال الطبقة العاملة. والاتحاد المغربي للشغل وحدوي قبل كل شيء. اتفق معك سيدي مخرق، تاريخيا سميتو الفصائل اللي خرجت عن الاتحاد المغربي للشغل كنقابه اولى في البلاد، كان الاتحاد العام للشغالين، من بعد كانوا جوج المآخذ على الاتحاد المغربي للشغل، طابعها استقلالي عن الاحزاب
كانوا تيقولوا تقاربها شويه من الحكم.